ختام الموسم الأول من مين قدك مع الفنان وديع الشيخ. إلي أنا ولا أحد بحرق كرمالك بلد، بدي روحي وروحك أنت صيروا روحين بجسد. وديع ضرب براسه للب الزهر، والله هذا ما عمله. شو قصتك مع الفوارق؟ أه؟ لما صرت وديع الشيخ انطفوا، رجعت أنا فتحت لهم طريق. كل شيء ظهر بعد وديع الشيخ، وديع الشيخ عمله ادم. انا بالنسبه لي انا اذا بغني فريري جاكو انا بسلطن عليه، يعني بيقولوا له مين الرقم الصعب بلبنان، بيقول لهم وديع الشيخ. نعم حبيبي بيلبق لك هاللون يا وديع. نعم بندم على الماضي احب مش عادي، شو راح فاضي دقات من هالقلب. بيهمني يكون متواجد بهيك مهرجانات، بس مش مع هيك متعهدين. كل واحد عمل حفلتين بالبلد صار اسمه متعهد، كل متعهد حقه فرانك، صار بده يطلع يقيم الناس. كل واحد في سلة تحت باطه بتنعره، صارت نعرة شي عشرة هلا. عادي ما عندي مشكلة. شيخة وأميرة انتي وزعيمي بتصيري، يقبرني الحلا فيكي وتبعي شوكي بعيونهم، ضلي جوا قلبي وخلي يطلع جنونهم. المال اللي ما بيبين على صاحبه الله يلعنه ويلعن صاحبه. من قبل زمن وديع الشيخ المطربين مع سيارات ومع حماية، يعني هلا وصلت لعندي وصارت حرام. شو بعرف هالحالة قد ايه كلف؟ كانت عشوائي رح تكلفني حياتي. الناس طلعوا لما ومار لنزلنا. بتعرف قد ايه نسبة الأدرينالين اللي طالعة عندي أنا هلا؟ ملك المسرح. شريت بحياتي الشمس، كان بقي لي انتي وبس، وبدخل موسوعة جنس.